إذا كان لابد الإنسان أن يجلس ألجأته الضرورة، لا مش معقول هذا، ما كانش موجود حتى في مجتمعنا، حتى بعيدا عن الدين ما فيش حد يفتح دكان ويدير منتدى، دكان يجوا يتجمعوا فيه يصهوا فيه يقعمزوا فيه، ما فيش، هذا ما كانش موجود. صاحب الدكان لاهب دكان الداخل يبيع ويشتري، ما فيش زيارات ولا غيره ولا ذلك. مش الآن التجمعات في الشوارع أمام المحلات وكذا، حتى الراجل معاش يقدر يمشي، مش ما بالك المرأة. وإذا كان لابد أول شيء غض البصر، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. غض البصر مش مقعمز وعيونك 360 درجة يمين ويسار وما بخلي حد، لعزوز لامرأة لبنت لكبير لصغير لشباني، وانت تتبع في اخبار الناس وتشبح بعيونك وتبحث وتقع عينك على العورات. وعلي رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له النظرة الاولى الفجائية، لك الاولى وليس لك وعليك الثانية، وقعت عينك فجأة على وكأنك اصرف بصرك، غض بصرك، لكن مش تقعد عيونك يمين ويسار. ما في واحدة تخطب لن تفصلها من فوق الوطا. تصور لو انها اختك او امك او قريبتك، ترضى ان يقول دي يفنصوا فيها هيك بالطريقة هذه؟ قاعمزين في الشوارع في التراكين، ما مخلين حد خاطم ماشي جاي بالذات نسوين الا اللي مكرهينهم في حياتهم. خطأ هذا، عيب وحرام ولا يجوز، وفي قدح في شهامتك ومروتك وكرامتك، لان الاصل ان بلويت شارك ونسوين شارك هذا زي اخواتك انت تدافع عليهم. لما بنت جيرانكم ولا مرت جيرانكم واي امراه تانية مرة في الشارع حتى لو يتعرض لحد او يتحرش بحد، المفروض انك انت تدافع عليها، مش انت تقعد تؤدي فيها ببصرك.